عليكم ورحمة الله وبركاته. في فيديو النهاردة هنتكلم عن ماتش الأهلي والداخلية اللي انتهى بنتيجة 1-1 بهدف لصالح الداخلية سجله اللاعب أحمد رشيد الناجيري الذي يبلغ من العمر 29 سنة. لاعب كان بيلعب بقلب جامد وكان بيتمنى بجد يحرز الهدف ده ليأتي إلى فريقه بالتعادل، وكمان شفنا بعد الهدف إن هو بيحاول يسجل هدف الفوز. وطبعا ما ننساش ان الداخليه تعادلت مع النادي الاهلي وهي ناقصه لعيب اللاعب احمد عبد الرسول بعد التدخل على حمدي فتحي، بدل ما الحكم يحسبها ضربه جزاء قرر يدي طرد لاحمد عبد الرسول ويحسبها من مره بمنطقه الجزاء، واللي بيضيعها علي معلول بطريقه غريبه جدا من تحت الحائط، اللي طبعا الحائط صدها برجله، يعني كره غريبه جدا اللي تم الطرد فيها لاحمد عبد الرسول. القرار التحكيمي غريب، انا مش هتكلم في القرارات التحكيميه، وغير كده كمان الكرة نفذت بشكل عجيب جدا. وكمان شفنا اللاعب سمير فكري، اللاعب ده كان لاعب كده متتمتع لما بتجيله الكرة، واكيد مش هننسى دور اللاعب عماد السيد حارس مرمى الداخلية اللي بجد متعنا في كل تصدي ليه، وبيتصدى الكرات صعبة جدا، واكيد احنا عارفين ان العامل السني ليه هو فارق في التصديات دي. لو رحنا للنادي الاهلي هنشوف في خانة الهدافين او في خانة الهدافين اللاعب اللي سجل هدف النهاردة هو اللاعب محمود كهربا، بعد كرة شاطها بعد ما كرة بصاها قفشة لعلي معلول، علي معلول بيشطها جامد بتيجي في راس لاعب الداخلية وبترجع للاعب محمود عبد المنعم كهربا، واللي بيخليه بشطها صاروخ في المرمى واللي بتدخل بكل استحقاق للنادي الاهلي ويسجله هدف اكثر من رائع. في بعض من العيوب في بعض من الايجابيات، لكن طبعا اللاعب محمود كهربا ممكن انا قلت يعني لما بتفرج على ماتش كده محمود كهربا لو استمر على المستوى ده انا اكيد اطلع اقول محمود كهربا ليه قدم المستوى ده، لكن بعد الجون اللي بيجيب جون احنا لازم ما نتكلمش عليه، ممكن نقول ده عمل باص ما اعرفش ايه، لكن برضو هو جاب جون، ده جاب جون تعادل او فوز، فخلاص نسكت ونشد بلاستر، يعني خلاص اللاعب ده جاب جون مالناش دعوه بيه بقى، ده خانه كده خلى فرقته يا تفوز يا تتعادل، ف اتس اوكي. طبعا لو شفنا اللاعب شادي حسين بينزل في الدقيقه 85 عكس ان هو كان نجم سيراميكا الاول في المركز ده، حاليا هو نقش اسمه بقلم من ذهب على دكه بدلاء النادي الاهلي اللي هو شادي حسين بخط عربي اصيل كده بجد، لان دلوقتي احنا عارفين اكيد الموسم اللي فات ان شادي حسين هو من احسن اللعيبه اللي بتلعب في نادي سيراميكا كليوباترا، واللي الاهلي جابها بدل احمد ياسر ريان، وحاليا هي ما بتنزلش شوط كامل على بعضه وبتقعد دايما على الدكه، تحس ان هي حفرت اسمها زي لعيبه كتير قبلها زي عمار حمدي، وكمان عندك حسام حسن وتتولى اللعيبه، كمان بيرسي تاو اللي احنا قلنا خلاص لما الاهلي بيلعب بيه بيبقى لاعب ناقص واحد ولا يستحق حتى الكلام عليه بالمستوى الهزيل اللي بيقدمه. محمد الشناوي اتصاد تصديات كتير وكان في بعض من المخاطرات في الكور، لكن هو قدر يتعامل معاها بالمخاطره اللي عملها قدر يتعامل معاها، فبجد بنحيي الشناوي على التصرفات دي. ومحمد هاني شفنا لقطه وعمال بيقول له يعمل ايه، ودي لقطه بجد الكابتن بس هو اللي يقدر يعملها. محمد هاني النهارده شارك، علي معلول شارك كلاعب بديل معرفش ليه، لكن هو اكيد بيحضروا ماتش القطن الكاميروني يوم السبت الجاي باذن الله، توفيق للنادي الاهلي في الماتش ده. وكمان ما تنساش اكيد مشاركه مروان عطيه اللي حفر اسمه برده بقلم من ذهب او قلم يعني ساطع كده في التشكيل الاساسي النادي الاهلي، اللي شفنا ان النهارده بيلعب كاساسي وعامل الماتش اكثر من رائع، واكيد كلنا لاحظنا ده ان مروان عطيه كان صفقه رابحه للنادي الاهلي اللي قدر يخطفها من النادي الزمالك وبجد حقق بيها نجاح كبير جدا. وهنشوف باذن الله تفوق مروان عطيه، هو لاعب يستحق المشاكل اللي كانت حصلت بين الناديين على ضمه، هو لاعب رائع جدا. كمان شفت المشاركة ده احمد القندوسي اللي ما اداش النهارده تاديه حلوه، شاط كره في المدرجات، كرة كانت غريبة قوي، لكن هارد لك لأحمد القندوسي وهارد لك أكيد الداخلية اللي كان بيطمع في الفوز، لكن خسارته لاعب من أهم اللاعبين واللاعب أحمد عبد الرسول لما خسروه هو خسر كده، خسر لعيبة كتير، اللعيب ده مهم جدا لما خسروه الحمد لله قدروا يتعاملوا مع الموقف، وكابتن علاء عبد العال قدر يعني يتدرج الموقف زي يعني لو افتكرنا الموسم اللي فات كابتن علاء عبد العال كان ماسك ايسترن كومباني وقدر يتعادل مع النادي الأهلي لما النادي الأهلي كان ماسكه سواريش، هو قدر يتعادل معاه وكده برضه كان لسه ايستر كومباني اول موسم ليه، والنهارده بيحقق نفس الحاجه الداخليه اول موسم ليها وبيحققوا التعادل مع النادي الاهلي، دي حاجه عاليه جدا، ونتمنى توفيق للناديين ونتمنى توفيق للنادي الاهلي امام القطن الكاميروني في دوري ابطال افريقيا في ماتش ثالث في المجموعه.
من الطفيق الداخلية ويخرج من منطقة الخطر أو ما يحب منطقة الخطر ويستمر معانا في الدوري المصري الممتاز. بس كده بيلكم فيديو جاي بإذن الله، يعني في ماتشات كتير فمش هقدر أحدد لكم ماتش معين، فبإذن الله تقابلوا في فيديو جاي، وريت تطبقوا عشان نشوف كل جديد. بس كده بيلكم فيديو جاي.